شداد شدادها نعم القبيل قبيلها نعم الملأ وطالب عليهن الكريم بقاءه في نعمة المولى الكريم مبجلة ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه غرر الأنام ومن تلا أصحابه غرر الأنام ومن تلا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يذرفا يا رب صل على الذي أدنيته من قاب قوسين شمال بلغ ربا صلوا على من ظللت غمامة والجذع حن لهم حق وأرسما صلى وسلم ذو الجلال عليك من عبد الرحيم توسلا وتقبلا ان شاء الله لفت لين استقمت مع مولانا واعترفت أسرس.
تقول انك انا ما زرت كيت كنت على امرك مقلوب. سخي لكم اسمع. تقول انك يا انا ما زرت كيف كنت على امرك مغلوب. ومسلوب ما اللي كيف كنت ما زرت تبان الا مسلوب والقرارات الفرق بلط ما عقبولك شوف المحبوب واليمينات رزاد دعرت. طيب وش بسمع ليك تكفر وتوب عنهم وسوى بعد العدرت لا تبقى نجد في القلوم لا تبقى نجد في القلوم. راعي كان للراد مزالت عاقب ذم عيقوب مزالت عاقب ذم عيقوب كيف عدك بأي زاد كيف عدك بأي زاد والله ما تات صعب كيف عدك بأي زاد والله ما تات صعب كيف عدك بأي زاد والله ما تات صعب والله ما تات بل مطي موارد الغزلان وانشد فؤادا بين اهل الباني عقب على الدمن التي بمحجر ودع الحنين ليبرق الحنان واندب زمان الله في عرصاتها ومواقف الفتيات الفتيات ايها الفتيان ايام ليلى العامرية تجارتي وخباؤها
اضرب قي قيد عناني الربع محروس ارجع جنابي عن النوايا والناس نايا سوى الزمان يا ليت شعري والزمان مفرق يعود لي زمني بشعب زماني زماني وبيت في سمرات رامة سامرا وأظل تحت ظلالها المتزان هاتاك زمان أنس عزان أنساه أو ألقاه يلقاني قالوا تعز عن الهوى فأجابه أجبتهم ما أبعت من النسيان يمكن نسيان كيف نسلو في الغوير وربعنا شام وربع المنشدين يماني حياتهم وسماتهم ما نزلي زمن الصباع إلا هم إلا وهم جيراني طلق النسيم الحاجري لحاجري سحرا فعانق ناعم الأغصان بكيت أوطاني وربع هوايا في زمن الصبا حييت من أوطاني بغيت غيثا مستعيرا جوده من جود عبد الله الإحسان يعني الولي من الولي المنتقى صاف السريرة صفوة الرحمن سيف الصلاح أتى أبي بكر حمى الغرباء والضيفاني بحر يموج غنى لملتمس الغنى وحيا يصور كصيب الأقيان حامل الأثقال والحامي حمى الإسلام والداعي إلى الإيمان الوار فدلت على أن الجحود هو العار وغرت بداعي الحق كل موحد لمقعد صدق حب الجار والدار يا أما وهم الفكر إدراك لا تعارض أوهام عليهم أفكار أفكار أبدت معاني ذاتي بصفاته فلم يحتمد عقل المحبين أنكار ترى آدم بغيب جل جلاله عيانا سمع وأبصار
عن عقدنا العقل والعقل ذاهل ويقباله في برزخ البحر. إذا هم وهم الفكر إدراك ذاته تعارض أوهام عليه وأفكار وكيف يحيط الكيف مقدار إدراك حده وليس له في الكيف حد ومقدار وأين يحل العين منه ولم يكن مع الله غير الله عين وآثار ولا شيء معلوم ولا الكون كائن ولا شيء معلوم ولا الكون كائن ولا الرزق مقسوم ولا الخلق ولا الشمس بالنور المنير مضيئة ولا القمر السار ولا النجم سيار ومبنشا لسلطانه الأرض والسماء ليخلق منها ما يشاء أو يختار وزين بالكرسي والعرش ملكه فمن نوره حجب عليه وفكار كان مشاهد كان مشاهد كان مشاهد
زلت لوحدانية الحق زايد تقيم الظل والعود أعوج وذهب صرف يساوي عبارة مرانة إخراج الزكاة ولم يجد نصابا يزكيه فمن أين يخرج النفس والدنيا وإبليس والهوى بطاعتهم عن طاعة الله مزعجوا روح واغدو شاربا من كأس طفلة بماء الأماني كواذب يمسجوا كما تزين بالعبادة وكما تزيى بالعبادة والتقى ضياء وباب الرشد عني مرتج أريد مقام الصالحين وليس لي منهجهم الدين دين دين منهج وإن حضر الإخوان للذكر والبكاء حضرت كأنني لاعب لاعب متفرج متفرج وخجلتي شايب وعيب لقدنا رحيلي ولا أدري على ما عرج وللمرء اليوم يقضي فيه وموتنا قبر ضيق فيه يولج أرضى نكيرا في السؤال ومنكرا اسمان بالتنكير لا بد من طول الحساب وعرضه وهول مقام حره يتوهج وديان يوم الدين يبرز عرشه يحكم بالدين الحق والحق أبلجه
وطائفة في جنة الخلد خلدت وطائفة في النار تصلى فتمضي جوما يا شؤم حظي حين ينكشف الغطاء إذا لم يكن بي من ذنوبي وسيلة بلا شمي بالبهاء إني استترت بعمداح النبي ولم أخشر فضيحة العيب بي استترى إني على النفس والشيطان منتصر بالمصطفى عالزمن عالزمن